برحب بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا في برنامجنا النهارده. كمان ضيف عزيز الاستاذ كامر زاهر امير صندوق النادي الاهلي، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، ازيك يا كابتن شادي، اخبارك ايه؟ وحشني كتير. الله يخليك. عجبني في البدايه، هدخل بقى في الجد على طول، عجبني البيان اللي صدر من النادي الاهلي النهارده اللي يخص الكابتن حسن حبدي. قبل ما حضرتك تدخل قريته للساده المشاهدين، وتسمح لي في البدايه احييكوا لان هو ده اللي اتعلمناه داخل النادي الاهلي. لا طبعا الكابتن حسن حمدي ده يعني ممكن نقول ظاهره في النادي الاهلي، ويعتبر من تاريخ النادي الاهلي، وانجازاته بتتكلم عنه يعني مش محتاج حتى ان احنا نتكلم يعني. فطبعا دي حاجه تشرفنا كلنا وتشرف النادي ان هو يكرموه بالشكل ده. عايز اقول لحضرتك من خلال البيان كمان مكتوب ان النادي الاهلي بيبحث اللي هو بيدور على الوقت المناسب اللي يكرم فيه الكابتن حسن حمدي. الوقت المناسب لنا وله، لان هو برده كابتن حسن مواعيده بتصعب شويه المواضيع، لكن ان شاء الله هنقدر نتوصل لميعاد يناسبنا احنا الاثنين ان شاء الله. انا عارفك بتحب تتكلم في الفلوس. لا ما بحبش الفلوس ابدا. طب قبل ما ادخل في الاسئله بتاعتي، حضرتك ليه دايما قصه الفلوس لما نتكلم احنا عاملين بندور وكاميراتنا بتروح كل مكان، بس الكل بيقولها كده ايه من تحت لتحت لحضرتك صعب اللي انت تطلع الفلوس؟ بص اقول لك حاجه، فلوسي انا الشخصيه اسهل ما يمكن تطلعها، انما فلوس النادي مسؤوليه. وبعدين في الازمه اللي احنا كنا فيها كمان خلت الواحد بيحس بقيمه الفلوس قد ايه، لان انت كنت في ازمه جامده ولازم تخلي بالك يعني، وبالذات ظروف البلد وظروف الدنيا حواليك دلوقتي مش سهله كمان، فلازم تبقى انت دايما شايف قدامك ايه انت ماشي ازاي. بس لكن انا سهل قوي في موضوع الفلوس. بس كامل حققته ازاي الميزانيه التاريخيه دي؟ بس انا اقول لك حاجه، اولا الميزانيه طبعا برضو عشان نبقى نتكلم بوضوح، الميزانيه بالنسبه لميزانيه السنه اللي فاتت هي اقل من السنه اللي فاتت، ولكن احنا السنه اللي فاتت كنا متوقعين ان الميزانيه تطلع حوالي 15 مليون حاجه كده يعني التقديري بتاعنا، لكن في الحقيقه ربنا كرمنا ان احنا في بندين فرقوا معانا جدا، بيع اللاعبين اللي هم ايفونا ورمضان وتريزيجيه وفروق العمله. الموضوع الدولار ده فرق معانا جامد وفرق معانا كويس، فدول وقفونا تاني على رجلينا في الميزانيه، لان السنه اللي فاتت اساس الميزانيه كان الاشتراكات بتاع الشيخ زايد اللي كانت معليه الارباح جدا. طبعا الاشتراكات دي كلها دخلت السنه اللي فاتت، لان انت اول ما فتحت في بلوك دخل كده ترك راح داخل، فطبعا ده رفع لك الارباح، فاحنا كنا عارفين ان احنا هننزل تاني بس في حدود معينه، فالحمد لله جالك بنود رفعتك تاني السنه دي، وربنا يكرم كل سنه يطلع لنا بندين ثلاثه يرفعونا كده. طيب عايز اعرف من حضرتك عشان نبسط للناس، على اي اساس محاسبي بيتم عمل الميزانيه؟ طيب احنا بنشتغل بنشتغل طبعا على اساس الاستحقاق، يعني في بندين او طريقتين في الميزانيات، الاستحقاق والنقدي. احنا طبعا بنشتغل على الاستحقاق، ده معناه ان انت بتدخل اي حاجه ربح داخل لك حتى لو مستحق لقدام بيدخل السنه دي. يعني مثلا لو احنا جينا للاشتراكات بتاع الشيخ زايد، الاشتراكات بتدفع النص مثلا اظن يعني، والنص تقسيط. لو انت بتدخل الارباح بتاعتك ما بتدخلش النص بس اللي انت بتاخده السنه دي، لا بيدخل كله التوتال، التوتال كله، بس جزء منه بيبقى مستحق ولكن بيبقى من ارباح السنه دي يعني. عشان كده كل الاشتراكات اللي دخلت السنه اللي فاتت دي دخلت في ميزانيه السنه اللي فاتت فعليتها جامد. لو انت عاوز ادي لك بريفنج او يعني ملخص سريع كده لاهم البنود الكبيره اللي في الميزانيه برضو عشان الاعضاء يعرفوا الموضوع. طبعا احنا بدءا بدء حجم الميزانيه وصل لحوالي 954 مليون جنيه. ده حجم الميزانية، ده بيبقى زي تعبير عن حجم النشاط، يعني زيادة حجم النشاط، سواء نمو نشاط النادي، سواء بنيت حاجات، بعت لعيبة، شريت مش عارف ايه، ده النشاط بتاع النادي. احنا اصلا لما جينا مكان كان حجم النشاط يمكن 100 مليون ولا حاجة كده،
النهارده الحمد لله انت واصل ل 954 يعني تقريبا تقريبا مليار جنيه، وده حاجه ظاهره صحيه يعني ان انت تشوف النشاط النادي كبر وكده. فالاصول الثابته مثلا بتاعتنا، الاصول الثابته دي هي كل مثلا المباني مش عارف ايه كل الحاجات دي، هي الاصول الثابته دي زادت من يوم احنا جينا السنتين اللي فاتوا، زدنا حوالي 154 مليون جنيه في الاصول. طبعا الاصول دي حاجه كويسه للميزانيه لانها بتقوي المركز المالي للمنشاه اللي هي بنتكلم عليها اللي هي النادي. يعني طبعا زي ما قلت مره قبل كده احنا مش هنبيع النادي يعني، ولكن قيمته بتزيد. صح. ما خلاص يعني قيمته بقت خمس، كانت خمسه بقت 105، هي كده. فدي بتقوي برضو الميزانيه بتاعتك، بتخليك الميزانيه كويسه يعني. لاول مره، دي برضو نقطه بتهم الناس جدا، ان لاول مره ميزانيه الكوره، لاول مره من ساعه انا موع يعني على الميزانيات والحاجات دي، ميزانيه الكوره تكسب. عمر ميزانية الكورة ما كسبت. ميزانية الكورة كسبانة 52 مليون جنيه. طب اشرح لنا ازاي كسبانة 52 مليون جنيه؟ طبعا برضو هنرجع لنقطة بيع اللعيبة. ما هي بتكسب ازاي؟ ان الايرادات بتاعتك اكتر من المصروفات. اللي على الايرادات ايه؟ احنا باعين لعيبة اللي هم برضو ايفونا ورمضان بالظبط، وبايعهم بالدولار. فطبعا قيمتهم ديت زودت الايرادات بتاعه الميزانيه، ولاول مره ان الميزانيه دي تبقى كسبانه 52 مليون جنيه. انا عارف ان انت بعد كده عاوز تتكلم في شراء اللعيبه وبيع اللعيبه وقيمتهم وبتاع، ولو عاوز اقول لك من دلوقتي اقول لك. لا خليها الجماهير كلها عارفه. خلي بالك الجماهير النادي الاهلي واعضاء جمعيه العموميه واعيين. طبعا عارفين. ممكن يكونوا عارفين اكتر مننا كمان. بيتابع ده جيب كذا واتباع كذا فالنادي الاهلي كسب. بس انا السؤال لحضرتك هنا، المعادله الصعبه اللي حققها مجلس اداره النادي الاهلي، ايه المعادله الصعبه اللي انت جيت في توقيت صعب جدا وبعد كده حولت الفائض ربح برقم كبير؟ دي معادله صعبه اكيد. احنا طبعا ساعه ما جينا كانت المواضيع صعبه جدا. انت ما كانش عندك فلوس خالص، خلينا نقولها كده بنتكلم بالبلدي يعني، ما كانش عندك فلوس خالص، كان عليك فلوس خارجيه لناس خارجية وداخلية للعمال والموظفين والمدربين والكلام ده. الفرق ما بين الفلوس اللي ليك انت كمان ليك فلوس بره، الفرق ما بين الفلوس اللي ليك بره والفلوس اللي عليك فوق ال 100 مليون جنيه رقم. طبعا خلي بالك كان ظروف البلد كانت لسه بالزبط. كمان بتقوم كانت الظروف صعبة بالظبط. بالإضافة إلى إن كمان حاجة ما حدش فاكرها وما حدش واخد باله منها، إن أنت فرقة الكورة بتاعتك اللي هي طبعا الناس كلها طبعا فرقة الكورة بتاع النادي الأهلي دي أهم حاجة موجودة، اعتزل منها 7 أو 8 لعيبة مهمين جدا. مش مهمين، دول كانوا نجوم مصر كلها. صح. هم اللي جايبين لمصر 3 بطولات أفريقية ورا بعض. 7 8 اعتزلوا، ومطالب انك تجيب غيرهم وتدفع فلوس. طبعا ما انت عشان تجيب لعيبة كويسة زي ما تدفع فلوس. فدي كانت من المشاكل برضو اللي عندنا، ويمكن دي من الأسباب ان احنا أول سنة ما كناش موفقين قوي في الدوري وفي الكاس وكده، لأن احنا طبعا كان يعني ما كناش جايبين الناس اللي احنا المفروض يبقوا في النادي الاهلي وكده، فخدنا وقت شويه على بال ما تبتدي الامور تتظبط. فانت كان عندك المشاكل دي كلها وانت مطالب انك تحلها. احنا طبعا ربنا كرمنا ان احنا كان عندنا كذا عقد بيخلصوا، واحنا ايام الانتخابات كنا راهنا ان احنا هنقدر نستعمل او نسوق اسم النادي الاهلي احسن من الوضع اللي موجود حاليا. هاخد من كلام حضرتك، انتوا شطار في تسويق اسم النادي الاهلي. النتائج بتقول كده. بس برضو برجع اقول لك الحقيقه، ربنا بيكرم كل مجتهد النصيب. احنا المجلس ده في الحقيقه يعني المجلس ده بيعمل مجهود غير طبيعي، كل الناس وبيتعاون مع بعضه زي فرقه الكوره بالظبط يعني. ما فيش خلينا نقولها ما فيش نجم يعني. الناس كلها بتجري على مصلحة النادي، لأن احنا عارفين ان مصلحة النادي دي في ايدينا احنا، فبنتسابق ازاي نقدر نخدم النادي، وربنا بيوفقنا بعد كده. تمام. طب سؤال مهم جدا اللي اطرحه على حضرتك، السنة اللي فاتت وانا كنت موجود اتشكك في ميزانية النادي الاهلي
متوقع للسنه دي يحصل لحد يشكك في ميزانيه النادي الاهلي؟ لا. ليه؟ أسباب السنة اللي فاتت مختلفة جدا عن السنة دي. السبب الأولاني السنة اللي فاتت إن الناس اتخضت. ما في الحقيقة يعني الناس ما حدش كان متوقع. ما حدش كان عارف الدنيا ماشية إزاي، النشاط إيه، إيه اللي بيحصل، إيه اللي بنجيبه. فلما تطلع من ولا حاجة ل 257 مليون جنيه في وقت الناس كلها عندها مشاكل مالية وأندية كلها عندها مشاكل، وفجأة النادي الأهلي يطلع يقول أنا عملت 257 و 59 مليون جنيه، فطبعا الناس اتخضت والناس ابتدت تشكك. بس على الرغم من كده برضو معلش أنا عندي تحفظ يعني. اتفضل. الناس في الحقيقة بتشكك بدون ما يبقى عنده أي إثبات، أو يعني الناس بتطلع بتستسهل. يعني خليني أقول لك كده، إن الناس بتستسهل يقول لك أي حاجة ده غلط. طيب ما اصل احنا في حاجه اسمها ميزانيه، الناس لازم تبقى فاهمه الكلام ده. الميزانيه دي اعمال النادي في خلال الفتره دي، الميزانيه دي غير اللي بيعملوها بيتراجع عليها من مراجع خارجي معتمد اسمه بيرلانت، لو حصل مشكله اول واحد هو بتسأل. في عندك الجهاز المركزي للمحاسبات بيجي بيراجع عليك، فما ينفعش تقول الميزانيه دي غلط، ما ينفعش. ده بالإضافة لأنك أنت أصلا ما قريتهاش، بالإضافة لأنك أنت أصلا ما أنتش فاهم في الميزانيات وما أنتش عاوز حتى تبذل مجهود أن أنت تجيب واحد يقرأ لك الميزانية وتسأل أسئلة، في حين أن أنت لو جبت واحد يقرأ الميزانية هتلاقي نفسك مش محتاج أسئلة، لأن الميزانية بتتكلم عن نفسها وهي بتقول يعني موضحة الأمور كلها، موضحة الأمور كلها. فالناس أول رد فعل كان السنة اللي فاتت ده غلط. ده برضو في حد السنة دي مش عارف مين بيقول لك ده غسيل اموال. يعني حتى عيب في حق النادي الاهلي ان واحد يقول ان النادي الاهلي بيغسل اموال، ده اول حاجه عيب. ثانيا في جهاز مركزي المحاسبات، لو انت بتقول ان ده غسيل اموال يبقى انت بتضرب في الجهاز المركزي المحاسبات. يعني يا جماعه لازم الواحد برضو يبقى واخد باله من كلامه. يعني انت بتخبط في حد ليه؟ ما تبص على الميزانيه وتقراها وبعد كده لو انت شايف بنود فيها مشاكل بالظبط، او حتى يعني اطلع ساعتها اقول لا البند ده مش صح او في حاجه، طب اشرحه لي نشرح لك. انما خبط لازق كده غلط. غسيل اموال قلت لي يبص فيها ولو في اي حاجه نشرح لك. بتستقبل اي عضو جمعيه عموميه اللي هو يجي ممكن يناقشك خارج الجمعيه العموميه؟ اه طبعا احنا ما عندناش مشكله خالص. وبعدين اصلا الميزانيه دي بتتنشر قبل الجمعيه العموميه ب 15 يوم، ليه؟ عشان كل واحد عاوز يبص فيها ويروح يسال ويفعص ويعمل اللي هو عايزه يعمله عشان يجي يسال، لكن احنا مش منخبينها، دي بتطلع بتقول يا جماعه انا عملت كذا كذا كذا، وهو بصوا في 15 يوم لغايه الجمعيه العموميه. فالمواضيع مواضيع اسهل كتير من اللي بيحصل يعني، بس لازم يبقى دايما الناس شايفه الحدود ايه. تمام. ايه الفرق ما بين الميزانيه العام الحالي والعام السابق؟ اولا العام اللي احنا فيه حجم النشاط بتاع النادي زاد، السنه اللي فاتت كانت 700 مليون، النهارده بتتكلم في 954 مليون، حجم النشاط بتاع النادي زاد، منشآت زادت، لعيبه جت اشتريت وبعت لعيبه جابت لك فلوس، فالحجم زاد. الارباح نقصت لان زي ما قلت لك السنه اللي فاتت الارباح كانت زايده جامد عشان اشتراكات النادي، السنه دي طبعا اشتراكات النادي انت خلاص كل اللي اشترك السنه اللي فاتت بالنسبه للشيخ زايد، السنه دي اشتراكات خفيفه بس اللي فرق معانا برضو هرجع اقول بيع اللعيبه وفروق العمله اللي هي فرق الدولار. انتوا بعتوهم من هنا؟ ربنا كرمنا هتنق علينا ليه بس؟ ربنا كرمنا كل سنه بحاجه كده يا رب. طيب هستأذن حضرتك عشان برضو الاهلاويه انت عارف بيحبوا اي حد لابس شيرت النادي الاهلي وماتشات مهمه وخصوصا مباراه الطايره النهارده. هنشوف اعرض لنا كده يا شادي نشوف مباراه كره الطايره، اطمن انا واستاذ كامل على نتيجة المباراة. انا احب اتفرج على الماتش اعرف نتيجته، انما مباراه كره الطايره ما بين النادي الاهلي وطلاع الجيش نهائي بطوله الدوري، كام النتيجه؟
عشان مهم جدا يا استاذ كامل برضو نطمن جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا واعضاء الجمعيه. ربنا يكرم ان شاء الله، ربنا يكرمنا. مهم جدا، قولوا لنا كده يا جماعه النتيجه كام دلوقتي؟ ده لسه الشوط الاول. لسه الشوط الاول شغال، وهنتابع من خلال الحلقه النهارده. ربنا يكرم الفريق النهارده كرة الطايره ويقدر يحقق لنا بطوله الدوري. 14-14 الشوط الاولاني. استاذ كامل اعصابه اتوترت، قال لك انا ما اعرفش اتفرج كده. بحبش انا، احب يا اما اتفرج على الماتش كله كده. استاذ كامل هسال من ضمن الحاجات اللي عايز اقولها، بس المهم الماتش كان الساعه 8 اتلعب بتسعة ونص، اتأخر جدا جدا المباراة لظروف خارجة عن ارادتنا احنا هنا. وانا قلت لكم دايما احنا مع النظام، مع المواعيد المحترمة، اللي عايز ينجح لازم يبقى فيه انضباط في المواعيد. وماتش اللي قبله كان سموحة ومين يا جماعة قولوا لي؟ كان ماتش سموحة الزمالك، الزمالك وسموحة، والنادي الزمالك خسر من سموحة 3-2. بس اللي انا عايز اقوله ان المباراة كان المفروض حضراتكم هتتابعوها، لكن المباراة التوقيت هو الاخر. استاذ كامل عايزين نعرف من حضرتك قيمة الايرادات والمصروفات. ده ملعبك ده. اتفضل. الايرادات السنة دي كانت 506 مليون او 507 مليون، والمصروفات حوالي 437 مليون. مصروفات 437 مليون. احنا من ضمن الحاجات اللي هي زودت المصروفات السنه دي هو ان احنا عملنا لائحه جديده للنشاط الرياضي. اللائحه دي بت بت يعني حبينا ندي المدربين واللاعبين وكده حقهم اكتر بالنسبه للسوق. زي ما انت عارف السوق اللي هو سوق اللاعبين يعني. ما انت برضه عشان تجيب لاعبين كويسين لازم تبقى ايه؟ لازم تدفع كويس. فاحنا صرفتوا على النشاط الرياضي؟ صرفنا على النشاط الرياضي. وانتوا كده من السنه اللي فاتت قلت هناخد مرحله مرحله، نهتم بالكوره الاول. انا فاكر في حضرتك في حلقه سابقه معايا عندنا الاولويه لكره القدم، بعد كده هتشوف لعيبه مهمه جدا هتروح اليد وكره السله وكره الطائره. في تدعيمات هي دي اللي حصل فيها مصروفات عاليه شويه. بالظبط. انت ان احنا يعني هو الصرف في الحقيقه يعني ان احنا زودنا عقود لاعبين وزودنا عقود المدربين، فدي عليت جدا بالمصروفات بالنسبه للنشاط الرياضي. وده اللي عمل لنا زياده جامده في المصروفات، طبعا اكلت من الايرادات بتاعتنا. ولكن في الاخر هي زي بالظبط المنطق اللي احنا عملناه مع الكوره، ان احنا في الاخر بندور على مصلحه النادي، ومصلحه النادي دايما النادي الاهلي دايما هي الفوز. فاحنا بندور على ان احنا نجيب للنادي الاسلحه اللي تخليه يكسب اي ماتش او اي بطوله او اي كده. ممكن اعرف من حضرتك، انت حضرتك قلت لي المصروفات والايرادات، الفائض الميزانيه كام؟ دلوقتي فائض الميزانيه 204 مليون جنيه. 204 مليون جنيه. 204 مليون بالظبط. مبلغ طبعا مبلغ كويس هو، بس احنا عشان بنقارن بالسنه اللي فاتت فاحنا شايفين ان هو قليل، لكن انت في الاخر انت عامل 204 مليون جنيه، ده مبلغ كبير في ظل الازمات اللي هي بتحيط بالذات، مش سيبك من المؤسسات في البلد، بتحيط بالانديه. لو خدنا الانديه اللي زينا هتلاقي فيها ازمات كتير قوي. فطبعا انت النادي الاهلي لما يطلع يعمل ميزانيه زي دي، لا طبعا دي حاجه محترمه جدا. في الظروف الصعبه اللي احنا بنتكلم عنها في انديه انديه كتير جدا بتعاني. بالظبط. انت في سنتين دلوقتي بقى عندك الفائض المرحل. الفائض المرحل ده اللي هو المكسب بتاعك اللي انت بترحله سنه وسنه. احنا عندنا 400 حاجه و70 جنيه اعتقد، مليون جنيه. يعني انت بتتكلم في 400 حاجه وحاجه مليون جنيه فائض، 400 حاجه و90 اعتقد، 400 حاجه و90 مليون جنيه.
اقول لك انا بالظبط كام، 456 او 57 مليون جنيه فائض مرحل. فطبعا ده برضو حاجه جامده، ان انت يبقى عندك فائض في الميزانيه مرحل 457، ده يقوي برضو مركزك المالي جامد، يقوي مركزك. وتقدر كمان بقى انت عايز تزود بقى طبعا بتديك حضراتكم مثلا شفنا في مدينه نصر المرحله، في مرحله تانية في الشيخ زايد، في مشاريع محترمه جدا بتقدر ان انت تطور وتخدم اعضائك اكتر. بالظبط، بيسموها يعني انت بتدعم المصادر الذاتيه للتمويل. لو انت عاوز تمول فانت عندك المصادر الذاتيه بتاعتك انت، ما انتش محتاج حد. لو انت عاوز تمول اي حاجه انت اللي ممكن تمولها، ما انتش محتاج حد، يعني زي ما بيقولوا انت سيد قرارك. طيب انا فهمت من كلام حضرتك في البدايه ان كلمتني عن ايفونا، عن رمضان، عن تريزيجيه، ازاي قدرت اللي انت بيبقى عندك ابنك من قطاع الناشئين بتخرجه وتكسب فيه، وكمان بتجيب لاعب من بره برقم وتبيعه بضعف الارقام مع فرق العمله، يبقى هنا ده اللي حضرتك بتوضحه اللي عمل الفائض، وحضرتك كنت امين وانت بتعرض القصه دي وخلاص فهمناها. وهنا هسال حضرتك سؤال، هي كره القدم او صناعه كره القدم بقت تكسب زي عقود الرعايه اللي بتعملوها؟ طبعا، بس هي بتتوقف برضو على الصفقات اللي انت بتعملها. يعني انت لو قدرت تعمل صفقات زي اللي حصلت دي، بص فرقه معاك قد ايه في الميزانيه. طبعا يعني انت عقود الرعايه والحاجات دي برضو بتروح مع المصاريف اللي هي العاديه الجوينج اون ديت، اللي هي بتعايش النادي. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي الفلوس اللي بيجي لك من الرعايه ومن البث يا دوب بتعيش النادي يوم بيوم. لكن طبعا لما بيجي لك مبلغ كبير زي كده هو من بيعه او بتاع، لا دي ده ربح صافي طبعا، وبيبقى زياده على الارباح بتاعتك، طبعا بيفرق كتير جدا. والسوق دلوقتي بقى بيحط ارقام كبيره. هي يعني النقطه المهمه في الموضوع ده ايه؟ ان احنا لغايه قبل كده كنا على طول بنصرف، بس في موضوع الشراء اللعيبه وكده بنصرف، لكن عمرنا ما ابتدى يجي لنا ايراد من اللعيبه. يعني دايما انت بتجيب لعيب بيقعد معاك شويه وبعدين بيجي يمشي، ما بيجيبلكش فلوس. انت النهارده تجيب لعيب، احنا يوم ما جبنا ايفونا كان اعتقد بحوالي 2 مليون دولار، وهجوم غير مبرر يعني، ده احنا بالظبط يعني الدنيا قامت ما عادتش. بس الحمد لله لعب معاك شويه وبعدين بعته باربع اضعاف. فدي طبعا حاجة الناشئين عندك، لو ابتدينا نقدر نسوق الناشئين بتوعنا هتبقى انت مصنع. بس خلي بالك عايز اقول لنقطة برضه، خلي بالك قرار رمضان صبحي كان فيه ضغوط من جماهير النادي الاهلي اللي رمضان ما يمشيش. بص هقول لك حاجة، رمضان القرار لما تحلله هتلاقيه قرار سليم ماليا كرويا. رمضان كان ابتدى خلاص، يعني انت لعيب كوره وعارف خلاص، انت بتحلم ان انت تروح تلعب في اقوى دوري في العالم. لما بيروح المنتخب بيشوف محمد صلاح زميله، بيشوف تريزيجيه، بيشوف النني، وهم قريبين من بعض، وجاي له فرصه. اولا فرصه التايمنج بتاعها ما تقدرش تفوته، لأن هو كان أقل من 19 سنة، لو زاد عن 19 سنة المقاييس كلها تختلف، لأن هناك بيقول لك لو زاد عن 19 سنة لازم يبقى لاعب مع المنتخب 75% من الماتشات، مش عارف إيه، ليها شروط معينة ما كانتش تنطبق على رمضان. فهي كانت فرصته قبل 19 سنة، بلس إن هو نفسه العقد قدامه، إحنا العقد أول ما جه إحنا رفضناه، إن العقد كان ب 3 مليون وشوية أو حاجة كده. فاحنا رفضنا، قلنا لا العقد ده اصلا ما يليقش بيه وما ينفعش. ودي كان نوع من البارجنج، التفاوض يعني. تفاوض لغايه ما وصلنا بالعقد ل 6 مليون. 6 مليون ماديا مبلغ كبير جدا. ثانيا رمضان لو عدى 19 سنه مش هينفع انه يروح. ثالثا رمضان نفسه ابتدى من جواه بقى مهيأ، عاوز يلعب. بالظبط، ايوه انت فكر، ده بني ادم وشاب صغير اقل من 19 سنه، مخه شايف زي ما انت قلت محمد صلاح، النني، تريزيجيه، مش عارف ايه، وهو عنده الفرصه يروح يلعب في انجلترا اقوى دوري في العالم وهياخد
فلوس لا ما شاء الله ربنا يكرمه فيها. فطبعا خلاص جواه لو انت قلت له لا ما انتش هتروح، انت على الاقل هتبقى خسرانه 4-5 أشهر ده علشان تبتدي تهيئه نفسيا. تهيئه نفسيا وما تعرفش هيرجع تاني ولا لا. 4-5 أشهر دي يعني بطوله افريقيا خلصت والدوري خلص وبتاع، فانت فعليا لما بعته انت ما خسرتوش، انت كنت خلاص الموضوع بالنسبه له قفل على كده. طيب هننتقل لمرحله اخرى في الحوار، بس خليني استاذن حضرتك نروح نشوف اعضاء الجزيره قالوا ايه لحضرتك عشان لو في بعض السلبيات حضرتك ترد عليها. نشوف تقرير من فرع النادي الاهلي الجزيره ونرجع لحضرتك. برحب بحضراتكم من جديد، واصل حواري مع الاستاذ كامل زاهر امين صندوق النادي الاهلي. كنا بنتكلم راجل بيوضح الميزانيه حاجه محترمه جدا وحاجه مشرفه تدعو للفخر لكل اهلاوي سواء عضو جمعيه عموميه او كمان جماهير النادي الاهلي. استاذ كامل حضرتك كنت بعرض من شويه اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي فرع الجزيره. انا مش هتكلم على ايجابيات اتقالت، هتكلم على بعض السلبيات اللي اتقالت في التقرير. في البعض قال لك جون انتوي كان موجود اتعاقدت معاه ليه مشيته ببلاش مع ان النادي الاهلي كان ممكن يستفيد ماديا. في البعض طلب برضو من حضرتك بعض الخدمات، قال لك انا عارف اللي انتوا عاملين مجهود وعارف عارف بس ناقصنا طماعين شويه، ناقصنا بعض الخدمات. هتقول ايه؟ طيب بالنسبه خلينا الحته الاولانيه اللي هو بالنسبه لجون انتوي، خلينا نتفق على حاجه. مفيش حد بيجي النادي وانت شايف ان هو وحش، ولكن اللي بيحصل ايه؟ هل بيحصل هارموني او تناسق او تجانس بينه وبين اللعيبه؟ هل بيقدر يدي عندك اللي بيديه بره؟ يعني مش شرط ان انت كل لعيب على الرغم ان هو كويس انه يجي ينفع عندك. طبعا انت فاهم كويس الكلام ده. انا ممكن اجيب لعيب كان مكسر الدنيا بره وهداف الدوري ومش عارف ايه ويجي عندي ما يعملش اي حاجه، وده حصل السنه اللي قبل اللي فاتت بدون ذكر اسماء مين، واخد فرص بصراحه يعني بدون ذكر اسماء. جه واحد كان هداف الدوري جه ولعب عندك ما فيش، مش ممكن يكون كان بيلعب في كوره. فانت مش دايما ما فيش الهارموني اللي حضرتك بالظبط ما بيقدرش يتاقلم مع الناس، فبالتالي بيبقى كانه غريب فما بيقدرش يديلك حاجه. دي انت ما تقدرش تشوفها. انت بتجيب اللعيب بالمقاييس اللي انت شايفها، انت شايف الراجل ده لعيب كويس بيجيب جوان فاهم كوره اداب. انا بعيد عن الفنيات اللي انا اتكلم، انا عايز اتكلم مع حضرتك. حضرتك ليه مشيته وراح المقص؟ انا هكملك انا بس البدايه كده لكن هكملك. فانت واحد مثلا زي جون انتوي ده كان هداف الدوري لما كان في الاسماعيلي وسافر بره ولعب مع فرقه سعودي، واحنا جبناه من هذا على هذا الاساس. لما جه ما اثبتش نفسه على الرغم ان هو المفروض انه كويس، وهو اعتقد انه ماشي مش بطال في مصر المقاصه، ولكن عندنا احنا ما اثبتش نفسه. احنا كان بقينا خلاص مطالبين ان احنا لازم نجيب حد كويس، فانا محتاج واحد تالت، فكان لازم جون انتوي يمشي. بس احنا في نفس الوقت احنا ما مشيناهوش، احنا قعرناه. بتفكر في فكر تسويقي لو ممكن يتألق فيروح جاي بالظبط. فانا الاعاره دي مبنيه العقد بيني وبين النادي على ان هو لو عاوزه بعد كده هيشتري. فهو اعاره حاليا مؤقتا، ادتني فرصه ان انا اجيب واحد كمان، وفي نفس الوقت بتديني فرصه ان انا لو الراجل ده اثبت نفسه هناك هيتباع، وهيبقى بالتالي انا جبت كده فلوس. فانا وده فكر تسويقي اللي هو بالمناسبه مشي كويس، فهو هيجي لك اخر السيزون هيقول لك انا محتاجه بالظبط كده. فانت في الاخر انت بتوازن الامور، بتحاول تجيب احسن حاجه لفريقك. زمان كان الناس بتمشي ببلاش خالص، لكن انت النهارده بتحاول فيه لغايه اخر رمق زي ما بيقولوا، انت بتحاول ان انت تكسب النادي. تمام. السؤال الثاني كان من احد الاعضاء بيقول لحضرتك محتاجين طماعين شويتين النشاط، عايزين بعض الخدمات تحت. ماشي، بس لو حدد لي ايه الخدمات اللي عايزها انا ما عنديش مشكله. لكن احنا طبعا بص احنا مش بنقف يعني، احنا بنعمل الحاجه وبنبص على بعدها، بنعمل الحاجه وبنبص على بعدها، الخطوه اللي بعدها. تمام. فاحنا ما مش هنقف على اللي احنا عاملينه حاليا، احنا بنحاول الاحسن الاحسن الاحسن، ولكن طبعا في اولويات وكل حاجه بتوصل يعني في الاخر هنوصل لها يعني. طيب
كنت بكلم حضرتك عن المصروفات اللي تحملها النادي الفرق النشاط الرياضي، بتجني ثمارها دلوقتي؟ اه طبعا، بس ربنا يكرم بس لغايه اخر الموسم كده يعني، ان شاء الله ان شاء الله ربنا سهل نعمل انجاز جامد بالنسبه للنشاط الرياضي، واحنا ماشيين كويس الى الان، ماشيين كويس. ويمكن المصاريف اللي احنا صرفناها في النشاط الرياضي مختلفة شوية عن المصاريف اللي صرفتها في الكورة. النشاط الرياضي المصاريف ما كانتش كلها مركزة في الشراء قد ما هي مركزة في عقود اللاعبين. فأنت لو أنت بصيت على شراء لعيبة في النشاط الرياضي مش هتلاقي مبلغ كبير، لكن في نفس الوقت مصاريف النشاط الرياضي زادت لأن أنت زودت العقود، جبت تدعمات كتير. الناس اللي جبتها بعقود كبيرة، فعشان كده مصاريف النشاط الرياضي زادت. عايزك تكون صريح معايا في السؤال ده يا اسطى عشان مصر كلها اتأثرت. ده انا كده بقى ابتدأ. النادي الاهلي اتأثر بأزمة الدولار؟ اتأثر بأزمة الدولار. انت عندك مدربين كان بتاخد بالدولار، عندك بعض اللاعبين بياخدوا بالدولار، بتحتاج وانت مسافر معسكرات مباريات خارجية بتحتاج دولار. طيب انا اقول لك حاجة، الى الان بالعكس انا تأثير الدولار عليا كان ايجابي لغاية وقتنا هذا. طبعا. ليه؟ لان انا كنت بشتغل بالدولار، يعني ايه، انا ما كنتش بشتغل بالجنيه المصري، ودي برضو من المزايا اللي هي بيع اللاعبين في السوق الخارجي، ان انا بقى عندي دخل وايراد بالدولار. فانا بالنسبة لي الدولار ما اختلفش عندي، يعني انا الجنيه المصري هو اللي بيختلف، انا ما تأثرتش، انا الدولار عندي وبشتغل بالدولار، المدربين بديهم بالدولار وانا باخد دولار، فبشتغل العملة كأن العملة بتاعتي دولار في الجزئية اللي هي دي. في جزئية الجنيه المصري ده ليها حسابها التانية. فأنا إلى الآن الحمد لله لا، تأثير الدولار عليا كان إيجابي. ودي برضو من إنجازات المجلس. لأن أنا لما أجي أقول أنتوا يا عم حظكم كويس إن الدولار زاد فالميزانية الفائض فيها زاد. ماشي أنا معاك وربنا وفقنا في الحتة دي، ولكن في الآخر طب ما الانديه الثانيه ما عملتش كده ليه؟ لان ما عندهاش دولار. طب انا جبت الدولار ازاي؟ بعت لعيبه. ففي الاخر برضه شطاره من المجلس وانجاز من المجلس انه باع لعيبه بالدولار، خلت الدولار اللي عنده فرق معاه في الميزانيه. لا بس انا بقول حاجه. بقول ان انتوا نواياكم طيبه بصراحه. ليه؟ النهارده انا قلت لك من شويه هرجع اقولها لحضرتك تاني. النهارده لما بيع بالرقم ده ويبقى في فرق الضعف ده، عارف يعني انا اسف ما بتحصلش مره غير كل كام سنه صح؟ لا لا اكيد طبعا الحمد لله، يعني ما انا بقول لك ربنا بيكرم يعني الحمد لله. الحمد لله. كمان طب عايز اسال حضرتك حجم المصروفات اللي صرفتوها على الانشاءات. الى الان احنا صارفين، يعني هناخدها بشكل مختلف، اللي هو الاصول الثابته بتاعتنا. فلو احنا قلنا ان اصول الثابته بتاعتنا زادت في السنتين الاخرانيين 100 قول تقريبا 155 مليون جنيه، فهنعتبر ان احنا دي الزياده اللي احنا صرفناها على الانشاءات بتاعتنا في خلال السنتين 155 مليون جنيه. 155 مليون جنيه رقم. طبعا. لا ولسه. يعني ايه ولسه؟ يعني احنا لسه بنصرف، يعني قصدي احنا ما وقفناش على كده، انا بتكلم ان الكلام ده بس لغايه 31/12/2016. 31/12/2016 بتتكلم لغايه اللحظه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي 155 مليون جنيه. رقم كبير جدا. طبعا. خلي بالك يا استاذ كامل، عارف انا ليه مصمم على فكره الارقام اللي بتدفع؟ كل ما اتكلم حد في مؤسسات كتير في الدوله، وهنا مش هبعد عن حوارنا بس مهم جدا تجاوبني على السؤال ده. يعني انا بشوف ومش مجامله، لو كل المؤسسات اشتغلت بنفس الفكر ده، ده ما كانش حد تعب. لو انت بتشتغل، يعني انا اسف، سؤال سريع كده قبل ما اروح بقى اللي حضرتك ترد لي على السؤال ده، انت لما دخلت كان موجود كام في النادي الاهلي؟ كانش موجود حاجه. تكلم بجد. يعني كان في 2 مليون جنيه وحاجه كده، يعني مبلغ كده يعني 2 مليون جنيه وعليك بقى وعليك ارقام. طب حلو قوي. النهارده بتكلمني على الانشاءات بس 155 مليون جنيه. ده غير ان انت اقول لك الحاجه، يعني حاجه تدعو للفخر انا كاهلاوي. عارف ليه؟
لان انا بشوف ناس كتير بتقعد تطالب بحاجات كتير في بقى في السياحه والثقافه ورياضه كل، واقدر احقق الارقام دي في الظروف الصعبه الاقتصاديه اللي كانت بتمر بيها البلد وحقق الارقام دي، لا شابوه من وجهه نظر والله ما مجامله ليكم. الحمد لله ربنا طبعا زي ما قلنا ربنا بيوفقنا، ويمكن الناس كلها بتجتهد وعشان كده ربنا بيوفقنا في الاخر. لكن طبعا من اصعب الاوقات كانت ساعه ما جينا، بدايه ما جينا المجلس وما كانش معانا فلوس، وكنا مطالبين بان احنا نعمل ان احنا نوقف الدنيا يعني زي ما بيقولوا يعني. ولذلك انا بعتبر ان اول صفقه عملناها كانت فتحه الخير علينا، وهي دي اللي وقفتنا على رجلينا لان العجله ابتدت تمشي يعني. احنا اول صفقه عملناها كانت بتاعه البنك. احنا البنك كان بعد 15 سنه ايجار في النادي كان بيدفع 1,000,000 جنيه في السنه اعتقد او مليون؟ حاجه كده، حاجه كده يعني مبلغ 7 مليون في العقد بتاعه 12 يعني بيدفع 1,000,000 جنيه في السنه، مش عارف كان كام سنه، يعني كان 1,000,000 جنيه في السنه حاجه كده، حاجه كلام. فعملنا مزايده بتاعه البنك دي وعملناها بطريقه جديده كانت كويسه جدا، وصلنا بيها ل 56 مليون جنيه في السنه. من 1,000,000 ل 56 مليون جنيه في السنه مع سداد دفعه مقدمه 75% من المبلغ. فاحنا خدنا حوالي 42 مليون جنيه من الصفقه دي. ديت هي اللي شغلتنا، هي دي اللي فرقت معانا. 42 مليون جنيه دول هم اللي حطيناهم في الشيخ زايد، بنينا الشيخ زايد، جاب لنا فلوس، ابتدينا نشتغل في حتت ثانيه. ما انت رحت الشيخ زايد حطيت اللبنه الاولى زي ما بيقولوا عشان تدخل فلوس بالظبط كده. تمام. فانت هي دي اللي مشيت لك الدنيا، هي مشيت والعجله كل ما بتمشي كل ما بتدور صح. انت فاهم؟ فهي دي دورت لي، ابتدت تدور العجله بقى، وابتدينا بقى نستعمل ونشتغل في دي فتجيب. بعد كده هو جه برضو المزايده بتاعت البث الفضائي، مزايده البث الفضائي عقد الرعايه. ما هو الاول جت التايمنج بتاع البث الفضائي كان 16 مليون جنيه، وصلنا ل 42 مليون جنيه في السنه، ده نطه. بعد كده هو عقد الرعايه كان 150 عملناه 252. فالحمد لله ان انت العقود بتاعتك كانت كلها بتخلص في التايمنج ده. وزي ما احنا وزي ما قلت لك احنا كنا مراهنين على تسويق اسم النادي الاهلي، استغلينا الاسم بتاع النادي الاهلي في اننا علينا القيمه بتاعته. فده بقى ابتدت تمشي بقى العمليه. انا اسف ان انا هخرج على الموضوع، بس خبر دلوقتي سعيد لكل الاهلاويه، التجديد لعماد متعب رسميا لعماد متعب وحسام غالي، ده اكيد خبر يسعد كل الاهلاويه، التجديد لمده موسم لعماد متعب وحسام غالي. الف الف مبروك، اثنين من ولاد النادي الاهلي، اثنين ليهم تاريخ كبير جدا وكمان رصيد عند الاهلاويه. طبعا اقول لك ايه راي حضرتك ولا طبعا ايه راي حضرتك؟ لا لا بس انا رايي الموضوع ده منتهي من زمان يعني. فينا يعني لا يختلف اثنين على تاريخ عماد متعب وحسام غالي، ما فيش اثنين، ولا على التكنيكاليتي او الفنيات بتاعتهم، ما فيش اثنين يختلفوا. لكن في الاخر هي النقطة الدنيا كده يعني، انت الحياة كده، انت بتيجي في وقت، فاحنا الناس دي معانا لغاية هم بيقولوا احنا خلاص مش عايزين نلعب. طب كنت بتتعاملوا ازاي مع الاعلام؟ قعد وقت طويل حسام ماشي متعب ماشي. الاعلام للاسف بيتعامل مع المواقف بطريقه يعني عاوزين اثار. بالظبط هي دي الكلمه. بيحبوا الاثاره. في الاخر احنا ما بنعلقش والدنيا ماشيه. طيب انت من اكتر الناس مع مجلس الاداره تقدر تقول لنا عن حلم كبير جدا الاهلاويه مستنينه، بس قبل ما تتكلم عنه هستاذن حضرتك زي ما سمعنا الجزيره نروح للنادي الاهلي فرع مدينه نصر نروح نشوف قالوا ايه ونرجع لحضرتك.
برحب بحضراتكم من جديد ونوصل حوارنا مع الاستاذ كامل زاهر امين صندوق النادي الاهلي. استاذ كامل برحب بحضرتك من جديد. خليني كنت عرضت من شويه بعض الناس وهي بتتكلم في اهلي مدينه نصر، كلام مهم كلام محترم، حابب تقول لهم؟ حابب اقول لهم طبعا ان كل اللي بنعمله ده اولا هم يستاهلوا اكتر من كده، واحنا لسه قدامنا خطتنا في مدينه نصر لسه بدري عليها، لان مدينه نصر مكان خصب للتجديد والتحسين، لان فيها امكانيات كبيره جدا، واحنا عندنا خطه طموحه جدا لمدينه نصر، احنا لسه في اولها، بس طبعا ربنا يعني يسهلها ونقدر نعمل كل اللي احنا ناويين نعمله. عملنا مشاريع كتير زي ما اتقالت الفترة الأخرانية، ولكن لسه في مراحل تانية لازم نكمل فيها. يعني انت عارف ان مدينة نصر لوحدها فيها 14 غرفة ملابس، ده حجم كبير جدا. الغرف دي كلها دلوقتي يعني اتجددت مثلا، وطبعا ده لود جامد، و احنا عندنا مشكلة واحدة في مدينة نصر الحقيقة مش عارفين نشوف لها حل إلى الآن، على الرغم إن احنا بتؤرقنا من يوم ما جينا، وهي الباركينج. على فكرة حضرتك قريت أفكاري. أنا قابلت النهاردة أحد الأعضاء فبدردش معاه في الجنينة، منهم حد قال لي الباركينج هتعملوا إيه فيه؟ على فكرة واحد واثنين وثلاثة قالوا لي كده، لكن في واحد كمان ليه سؤال عشان حضرتك ترد لي بقى على الاثنين، عشان دورنا برضو ننقل صوت اللي ليه طلبات. حد عارف لحضرتك ضيفي النهارده فقال لي الاشتراكات هناك وهم بيروحوا يسددوا المكان ضيق جدا. لما نتكلم تقريبا 120 الف 60 هنا و60 في الجزيره، فالمكان اللي بيدخلوا يجددوا فيه ضيق، فقالوا لي يا ريت توصل صوتنا. هو صحيح فعلا المكان هناك ضيق، ولسه برضو كمان ما اتجددش بالشكل اللي احنا عملنا فيه، يعني حتى التقنيه نفسها مش زي الجزيره. واحنا ناويين ان احنا نكبره، بس لسه عشان برضو ما بقاش بضحك على حد، لان انا في الاخر الاولويات، يعني طبعا هو في اولويات، وبعدين في نفس الوقت هو موسمي، يعني استعماله موسمي، فاحنا بس مستنيين عليه شويه، لكن احنا مش ساهين، يعني ما احناش واخدين بالنا من الموضوع ده، لا واخدين بالنا من الموضوع ده كويس، وان شاء الله هنكبره وهنخليه زي عندنا بالارقام والديجيتال. انا لسه كنت بتكلم مع اللواء شيرين في موضوع الارقام والديجيتال ده من يومين، علشان ندخلها هناك في مدينه نصر، في مدينه نصر، فان شاء الله حطيناها في عين الاعتبار. يمكن شويه معلش يستحملونا شويه فيه، ولكن هنعمله ان شاء الله. حضرتك كنت بتقول لي على موضوع الباركينج. الباركينج من اول يوم احنا جينا في الانتخابات والناس كانت بتشتكي من موضوع الباركينج، واحنا كنا في الحقيقه يعني كنا متخيلين ان احنا هنقدر نحل المشكله دي على طول، ولكن بيقابلنا فيها صعوبات كتيره، والى الان احنا بنعاني في الموضوع ده، يعني بنحاول نشوف له طريقه. خلينا نقولها كده، بنحاول نشوف طريقه ان احنا نحل مشكله الباركنج هناك. المشكله دي مثلا احنا حلينها في الشيخ زايد معموله بطريقه جميله. عندك اثنين باركنج الى الان، احنا عاملين اثنين باركنج هناك بياخدوا اعداد مهوله من العربيات، بتدخل جوه النادي بالعربيه بتركن وتنزل، حاجه جميله ومريحه جدا. لكن مدينه نصر يمكن الشيخ زايد كده لان احنا عملنا، فاحنا واخدين بالنا من واحنا بنعمله من الموضوع، انما المشكله في مدينه نصر ان هو معمول ما كانش متاخد في الحسبان، وعندنا مشاكل في التصاريح والحاجات دي موقفلنا الدنيا يعني. بس ربنا سهل ان شاء الله نقدر نشوف له حل. استاذ كامل عايز اتكلم مع حضرتك في حلم الاهلاويه. الناس جمهور النادي الاهلي بيحلم ب يبقى ليه استاد، ما تروحش بقى الملاعب، ما يقولكش فين الموافقات، اللي بيعاني منه النادي الاهلي. ايه اللي مأخر البدء في المشروع ده؟ اللي مأخر البدء في المشروع ده، المتأخر البدء في حاجتين. طبعا التمويل، لان المشروع ده تكلفته بالدولار القديم كانت تكلفته داخله في مليون ونص، 2 مليار ونص او 2 مليار جنيه.
ده بالدولار القديم. مليار ونص. مليار ونص، 2 مليار. فانت دلوقتي بتتكلم في اكتر من كده. فالتمويل طبعا دي المشكله الاولانيه. والمشكله الثانيه لسه قوانين التمويل له طرق كتير، فالقوانين اللي موجوده حاليا بتحد قوي من طرق التمويل، ففي عندنا مشكله فيها. وضح لنا دي اكتر يا استاذ كام. يعني مثلا بدون دخول في التفاصيل لان ما يبقاش شكلنا بنشتكي يعني، ولكن انا عشان امول لازم لي في كذا طريقه ممكن امول بيها. احنا محدودين في الطرق دي دلوقتي، ما عندناش طرق كتير نقدر نتكلم بيها غير طريقه واحده او حاجه كده. القانون بيمنعك بالظبط يعني، ما مش مديك المجال ان انت تعمل فيه. لكن احنا دلوقتي احنا شغالين فيه بطريقه مختلفه. احنا دلوقتي جايبين الشركه، اتفقنا رسينا على شركه ارنست يانج ديت علشان بتاعه باريس فرنسا دي، علشان تعمل لنا الدراسات التسويقيه للاستاد. الدراسات التسويقيه يعني ايه؟ انا النهارده لو انا جيت لك ككامل زاهر قلت لك يا شادي تعالى مول لي الاستاد ده وهتكسب منه فلوس كتير، ممكن تقول ايه يعني كامل زاهر ايه اللي بيقوله ده؟ كلام فارغ يعني، انا ايه اللي خليني اصدقه؟ لكن لو انا جبت شركه زي ارنست يانج تخصص حاجات زي كده، تخصص دراسات تسويقيه، اشتغلت في استادات كتير بره في اوروبا وكده، عندها يعني كلمتها كلمه ليها ثقل موثوق فيها. لما تيجي تقول لك تعالى ادخل في المشروع ده لان انت هتكسب كذا، فانت طبعا على يعني على طول بتصدقها، او على طول نسبه تصديقها كبيره ان انت هيبقى عندك ريتيرن او عائد للاستثمار بتاعك. فبالتالي تتشجع ان انت تيجي تستثمر في المشروع ده. فاحنا المفروض ان احنا رسينا على ارنست يانج، وهم يجوا احتمال يجوا الشهر الجاي ان شاء الله عشان نمضي العقد، ويبتدوا يعملوا لنا الدراسات دي في خلال 3 اشهر اعتقد تكون خالصه. وان شاء الله في شويه برضو حاجات مشجعه من ناحيه المستثمرين، وربنا سهل يعني. احنا كنا بعد برضو عشان اقول لك، احنا كنا وصلنا لمرحله كبيره جدا في موضوع المستثمرين، وكنا اتفقنا ومن الكلام ده من حوالي سنه ايام المؤتمر الاقتصادي، ولكن لاسباب كتير حصل اختلاف تاني بعد ما كنا وصلنا مرحله كبيره واتفقنا وكنا هنبتدي نشتغل، فالموضوع رجع تاني من نقطه الصفر تاني. ولكن اتحرك بشكل مختلف اللي حضرتك شركه التسويق بالظبط. واحنا يعني ان شاء الله احنا ما بنتعبش يعني، ولان احنا مقتنعين ان في مثل بيقول لك المشوار الالف ميل يبدا بخطأ. فاحنا بنعمل الخطوه وهنعمل الخطوه وهنمشي في الموضوع، واللي جاي هيجي بعدين هيكمل، بس نمشي في الموضوع. هو ده اهم هدف عندنا، ان احنا نمشي في الموضوع ونبتديه. مجرد ان احنا هنبتديه، انا بقول لك ان احنا مجرد هنبتدي هيخلص. يعني اقدر اعرف من حضرتك امتى يخرج للنور لجماهير النادي الاهلي؟ وهنا بنخاطب الاهلاويه نفسهم بحلم استاد النادي الاهلي، وبالنسبه لهم فعلا حلم. عندك استاد على اعلى مستوى، يبقى فيه الترفيهات اللي بنتكلم عليها، يبقى فيه مجموعه الكافيهات، يبقى داخل عارف الكرسي المرقم بتاعه. على فكره هو الاستاد كمان مش كده وبس، الاستادات دلوقتي بقت بتشتغل 365 يوم في السنه. الاستاد دلوقتي بيبنوه علشان يشتغل طول السنه، ما هو علشان تجيب فلوس للموضوع بالظبط كده لازم تبقى بيشتغل. ما ينفعش ان انا اشغله يوم في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع على ماتش ولا ماتشين. والناس بره كلها كده، احنا ما بنروح الماتش بره يعني. مره رحت ميونخ 1860 حضرنا لهم ماتش، كنا في فتره اعداد وغيره وشالكه. الاستادات بتروح تخرج، مش بتروح اللي انت راح تتفرج على ماتش فسحه وغدا جوه ويعمل لك بوفيه مفتوح وحاجات كده اهوت. لا لا طبعا بتبقى راح تستمتع. بس كامل اقول لحضرتك على حاجه، مش يعني للامانه مش ببالغ، وده انا كنت مخبيها جوايا كده، قلت اما يجي المناسبه بقولها. بس النادي الاهلي كان خسران شوطين، الحمد لله اخذنا شوط. لو اخذنا شوط كمان يبقى حسمنا بطوله الدوري ان شاء الله. اخذناه 25 14، ده هيدينا ان شاء الله فرصه ان احنا
ان شاء الله يبقى وشنا ان شاء الله ربنا يكرم يا رب ان شاء الله ربنا يسهل بطوله الطايره كمان ان شاء الله. كل معايا المخرج البرنامج وقاعدين في مباراه النادي الاهلي في السوبر ده عشان اللي حضرتك بتقوله، فقاعدين عشان بنشوف شغلنا صحينا من بدري وبنغطي الجماهير بره، ومباراه مهم جدا تغطي لجماهير النادي الاهلي تنقل لهم كل حاجه. فقاعدين ما كناش ولا فطرنا ولا اتغدينا والماتش خلاص داخل. فلقينا ناس بيجي لها شنط جاي حد لابس لبس احد المطاعم الشهيره وداخل الاستاد عادي جوه. فقلنا له فين؟ قال لك لا بتطلب ده ديليفري جوه الاستاد. والله العظيم يا في المباراه الاخيره النادي الاهلي بيتصل بيه يقول لك رقم الكرسي كام؟ بعد في الاخر تقول له رقم كذا يجيب لك الاكل لغايه الكرسي بتاعك. ادي جديده ما شفتهاش الحقيقه. اللي حصل قدام سالنا في الموضوع ده فرحنا طالبين زيه بقى، اخذنا من الراجل اللي كان زماننا الاماراتي اللي كان قاعد ما كناش نعرف. فلقينا اللي فيه جوه الاستاد بتطلب الدليفري دوت وتروح. ف حاجه محترمه جدا طبعا وحاجه جديده جدا يعني شيء جميل. انا اول مره اعرفها اشوفها دي. لا انا اللي اعرفه طبعا وشفته في المانيا برضو حضرت ماتشات هناك بيبقوا بس هي بيعملوها في الكبار الزوار او كده بيبقوا عاملين بوفيه مفتوح كبير جدا مفتوح بقى من اول الماتش لغايه اخر الماتش، يعني سواء قبل الماتش في الهاف تايم بعد الماتش ممكن تطلع تتغدى وتاكل وكده يعني. فانت خارج خروجه رايح بقول لك تستمتع مش رايح تعمل هنا هيتفرم البوفيه. والله والله يعني بص ما هو لازم تبتدي برضو زي ما بقول والناس هتتعود بعد شويه، عارف زي الاواني المستطرقه، عارف يقول لك الاواني المستطرقه بيبقى الاندفاع جامد جدا وبعدين يرجع وكده لغايه ما في الاخر خلاص الناس هتتعود. مجرد ان الناس اتعودت هيبقى ده طبيعي يعني. في حاجات كتير في عهدكم في السي في اتحطت من انشاءات او حاجات نفسكم في السي في يبقى فيه استاد للنادي الاهلي حلم الاهلاويه. الاستاد ده حلم، الاستاد ده حلم لل 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 للاهلاويه وهدف للمجلس. يعني خلي بالك ده حلم الاهلاويه، الاهلاويه بتحلم بالحلم ده وهدف للمجلس ان احنا بنحاول ان احنا نحقق احلام الاهلاويه سواء جمعيه عموميه او بره النادي. فاحنا الموضوع ده زي الوسواس عمال على طول بيبقى معاك في بالك على طول على طول وبتشتغل عليه، بس عارف لما اقول لك لسه مش قادر تمسك الحاجه تجيب اولها، لكن طول ما انت بتحاول لازم هنوصل وان شاء الله هنوصل. احنا ماشيين في سكه كويسه ربنا يكرمنا فيها بس ان شاء الله. استاذ كامل دفعتوا ايه وخلصتوا ايه وصلتوا فين في التجمع الخامس؟ التجمع الخامس احنا خلاص اتفقنا وتحدد لنا المكان والمكان حلو قوي. انا ما روحتش، الاستاذ عماد راح، الاستاذ عماد وحيد وبيقول لي مكان جميل جدا جدا يعني موقعه حلو جدا هناك. هو شرح لي بس انا ماليش قوي في التجمع فما ليش لما يروح مكان بيعلي الدنيا هناك بيعلي الدنيا بالظبط كده. النادي الاهلي بقى موجود الدنيا هناك بقت اسعار مدينه مختلف. نصر مدينه نصر كانت صحراء، اول ما النادي الاهلي اتحط في يوم وليله الاسعار اتضاعفت هناك. فالمكان نفسه كويس قوي واحنا دلوقتي كان علينا المقدم حاجه و40 مليون جنيه. احنا دفعنا 10 يعني اوريدي دفعنا اول من الحاجه 40 عندنا سنتين سماح، فاحنا بنحاول نوصل ان احنا نقسط الحاجه 40 مليون جنيه دول على السنتين ومستنيين جواب من الهيئه العمرانيه. عندنا بكره بعد بكره اعتقد بعد بكره عندنا اجتماع مع 4 شركات اللي هيصمموا النادي جايين عشان ننقي احسن تصميم بعد بكره. بكره وبعد بكره يوم الثلاث. يعني انتوا ممكن في الجمعيه العموميه تعرضوا على الجمعيه العموميه الشكل الجديد للتجمع الخامس؟ طبعا. على حسب بس هنرسي على مين وهو يقدر يعمل الرسم في قد ايه يعني. هي بتقف على كده، لو هو قدر يعمله بسرعه طبعا ممكن نعرضه. فخلاص احنا بنتكلم احنا هنبتدي يعني. وبرضه بنتكلم في السور، عاوزين نبتدي نحط السور بس مستنين بناخد كام عروض كده اهوت لان ممكن نعمله بريفاب وممكن تعمل حاجه كده. طبعا مش عاوز افتي في الحته الفنيه بس في بتبقى سور جاهز بشكل معين زي البريفابريكيتد كده غير البنى. صح ده حاجه وده حاجه، فلسه بنشوف هنمشي في انهي واحده. فخلاص احنا اوريدي واخدين خطوات يعني. طيب الشيخ زايد
ان ايه الانشاءات الجديده المتوقعه، وفي افتتاحات جديده قريب ولا لا؟ مش افتتاحات يعني، هو الشيخ زايد طبعا لسه في مراحل، احنا دلوقتي المرحله الثانيه، احنا عملنا المرحله الاولى كانت المبنى والملاعب، المرحله الثانيه هي انا فاكر من انا اسف المقاطعه لحضرتك، انت قلت لي كده المراحل، قلت لي في مرحله اولى، ده الكلام ده من سنه، بالظبط، والمرحله الثانيه هنبتدي فيها مجرد ما ننهي الشكل الكامل المرحله عشان ما نرجعش نعيد حاجه فيها بالزبط. فانا متذكر الكلام، واحنا اوريدي المرحله الثانيه المفروض نستلم ان شاء الله حمامين السباحه يوم 15 الشهر ده، يعني بعد اسبوعين هنستلم حمامين السباحه. حمامات السباحه المفروض ان لها طبعا اوض اللبس تحت وجيمنيزيوم وجاكوزي وساونا وكوفير ومش عارف حاجات كتيره بتخدم، وبعدين في جناين حواليها. فهي التكه ان احنا طبعا لازم نفتح ان شاء الله المرحله دي قبل يعني على 1/5 ماكسيموم، بحيث ان يبتدي موسم الصيف بالحاجات دي هيت موجوده. يمكن احتمال الجيم يتاخر شويه، التسليم بتاعه للمستورد بيجيبوه من بره، احنا ضاغطين على الشركه، ولكن يعني ربنا سهل لو قدروا يجيبوه قبل 1/5 كويس، ما كانش يمكن يتاخر شويه وبعدين فدي المرحله الثانيه. هنبتدي بعد كده في المرحلة الثالثة، المفروض بنغير المخطط الوزاري، المرحلة اللي احنا كان معمول مخطط وزاري قبل كده بنعدله، وبعد كده المرحلة الثالثة فيها مبنى اجتماعي جديد غير المبنى اللي موجود دلوقتي ده، وفي حمام غطس وفي صالة مغطاة وملعبين للأكاديمية، ملعبين كورة للأكاديمية، وثمان ملاعب خماسي وثمانية تنس غير موجودين، طبعا غرف ملابس بتخدم الكلام ده كله، وحديقة أطفال وجامع. دي المرحلة الثالثة إن شاء الله. لما بتروح وكنت بتشوف شكل مختلف تماما، والنهارده بتروح بتلاقي شكل أكثر من رائع والناس بتشيد بيه، ممكن أعرف إحساسك وإحساس المجلس بالكامل إيه؟ هو مش إحساسي ده، أنا هفضل أحس الإحساس ده طول عمري. يعني أنا في الآخر انا روحت هناك كنت بغرس في الرمله، مفيش ماشيين في رمل وماشيين حاجات بقى مبنى هيكلي كده. النهارده انت بص الحمام السباحه شكله ايه، وحمام التاني كمان اتملى بس لسه بيجربوه، وبعدين هيبقى حواليه جناين للاعضاء لان اللود زاد هناك، الناس كترت فبقى عاوزين كمان منفذ. انتوا فاتحين العضويات؟ مفتوح العضويات مفتوحه. هنبتدي ان كمان نعلن على حمام السباحه ان هو خلص كده اليومين الجايين دول، عشان الناس برضو تعرف احنا ماشيين ازاي يعني. بس فانت طبعا بتحس بفخر، يعني بتحس ان انت زي البيبي اللي شفته وهو صغير ودلوقتي بقى كبير، وبتفرج كده بتقول يا نهار ابيض الراجل ده، ده انا اللي مربيه كان قد كده يعني، او الولد ده او البنت دي او كده يعني. فطبعا يعني لا، احساس جميل. وبعدين لما بتشوف تقدير الناس كمان بتنبسط اكتر، لما تشوف الناس ازاي مبسوطه وازاي بتتكلم على المنطقه. ده الحمام التاني برضو لسه، ده اللي بعد اسبوعين هيفتتحوا. هو احنا هنفتتح المنطقه كلها بعد اسبوعين، احنا التاني ده استلمناه بقى لنا فتره كبير بس مش عاوزين نفتتح لغايه ما ده الصغير ده يخلص. تمام. بس كامل يعني خليني اتكلم مع حضرتك في كلام بنشوفه لما بينزل كاميرا البرنامج وبنسجل مع الناس، بشوف ان الناس لمسه التطورات اللي موجوده، بس في نفس الوقت هم اللي بيقولوا لك احنا طماعين عايزين اكتر واكتر. ده طبيعه البني ادم. لا صحيح، يعني هقول لك حاجه وبس، دي ظاهره برضو في الاخر كويسه. يعني اديك مثل بسيط، اوض اللبس، اوض اللبس دي كانت حالتها عدم مثلا، اللي احنا كنا كانت حالتها وحشه جدا، ومع ذلك ما حدش كان بيتكلم. ما تقدرش تعرف ليه، هل الناس كانت خلاص يعني ما بتتكلمش، مش شايفه ان في امل، راضيه بالامر الواقع. راضيه بالامر الواقع بالظبط. لما احنا عملنا الطفره الرهيبه دي في اوض اللبس، الناس ابتدت تتكلم وتطلب حاجات. طب احنا عايزين كذا، طب احنا عايزين كذا، طب احنا عايزين كذا. هي برضو ظاهره صحيه، لان انت بتقدر تعرف برضو طلبات الناس. انت بتفلتر طبعا، لان في ناس ساعات بتبالغ. لكن انت بقى بتقدر تفلتر، على الاقل بتعرف
ايه مطالب الناس ايه وبتشوفها. وزي ما كنت بقول لك من شويه ان احنا في الاخر انا ككامل زاهر انا عضو في النادي، انا النهارده في مجلس اداره بكره مش هبقى في مجلس الاداره. طب انا بتعامل مع النادي زي ما انا عاوزه يكون وانا عضو. يعني انا عاوز تواليتات نظيفه، انا عاوز الحمامات والتشاش حلوه، عاوز حاجه نظيفه، حاجه ما بقاش متضايق وانا داخلها مثلا. ما انا بحاول اخلي النادي يبقى كده. عاوز محلات اكل مثلا معينه عليها رقابه وعليها بيعملوا عليها تشيك كل شويه. جايبين شركه. انا كنت موجود في الجزيره قريب وشفت اللي حضرتك بتقوله، الرقابه نوعيه اللي يدخل ويشوف. خلي بالك ده برضو عشان سلامه الاطفال اللي بتاكل واعضاء الجمعيه العموميه اللي بياكلوا كلهم. بالظبط. ده بصراحه من اكتر الحاجات كمان اللي بسطاني، الرقابه على الاغذيه اللي موجوده. ده شيء مهم جدا. ما هو انت ولادك زي ولاد الاعضاء، ما انت هم في الاخر دول مسؤوليتك. صح. فانت بتحاول ان انت تعمل احسن حاجه للنادي وتخلي بالك على الاعضاء انت جاي عشان كده. يعني احنا جايين، يعني احنا كمجلس اداره جايين، جمعيه عموميه جايبانا علشان نحمي مصالحها. ما هو الجمعيه العموميه دي صاحبه النادي. مصالحها ايه؟ اللي هي الخدميه، ان احنا نخدمهم وان احنا نديهم احسن حاجه، سواء احسن خدمه، سواء احسن بطولات، احسن يعني بتديهم احسن حاجه موجوده. صح. فانت لو انت ما بتقدرش تدي كده يبقى انت ما نجحتش. ولذلك احنا دايما بنقول للجمعيه العموميه ايه؟ لازم تيجوا الجمعيه العموميه، لازم تيجوا، لازم تيجوا، عشان تيجوا تقولوا لنا احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط. ولو ليك طلبات كمان بالظبط، لو ليك طلبات قولها. وقول لي انا، افرض انا شايف ان انا ماشي كويس وان انا شايف ان انا بخدم الناس وبعمل اللي هم عاوزينه، في حين ان انا ماشي غلط وما بعملهمش اللي هم عاوزينه. طب ما هم لازم يجوا يقولوا لي. عشان كده الجمعيه العموميه دي هي الحته اللي الناس بتيجي، اجتماع الجمعيه العموميه هي الحته اللي الناس تيجي بتقول فيها لا انتوا صح، لا انتوا غلط. انا متفق مع حضرتك 100%. بس كمان كنا شفنا من شويه تقرير عن الجزيره وشفنا تقرير عن مدينه نصر، فما ينفعش الشيخ زايد يزعلوا مننا. فنروح نشوف الشيخ زايد ايه راي حضرتك. الشيخ زايد دي الطفل بتاعنا احنا اللي عاملينه. طب يلا بينا نروح نشوف تقرير من فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد وارجع اكمل حواري مع المحترم الاستاذ كامل.